البداية من بغداد، حيث طالب رئيس الجمهورية برهم صالح القوى السياسية ببذل ما بوسعها لتحقيق البرنامج الحكومي، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ملتقى رافدين المنعقد في بغداد أن الإصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب بيئة إقليمية مستقرة. أتمنى على كل القوى السياسية أن تعمل ما بوسعها من أجل الانتصار لتحقيق هذا البرنامج الحكومي، ويقينا هذا هو المشترك بين القوى السياسية المختلفة. الإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي وإصلاح نظام الحوكمة يتطلب بيئة إقليمية مستقرة.